مكوك الفضاء ديسكفري اللي نشوفه الآن أمامنا هو واحدة من أكثر مكوكات الفضاء اللي شاركت بالخدمة في الولايات المتحدة. هذا المكوك دخل الخدمة سنة 1984 وخرج من الخدمة وحيلة على التقاعد سنة 2011. قام 39 رحلة حول الأرض في مدار الأرض وقام بالعديد من المهمات في هذا المجال. هذا المكوك الفضاء قطع بحدود 240 مليون كيلومتر بالسفر، يعني تقريبا 150 مليون مايلز، وقضى فترة تقارب سنة كاملة وهو يعمل في الفضاء الخارجي. هذا المكوك الآن موجود في متحف الطيران والفضاء الوطني اللي موجود بالعاصمة واشنطن، وهو وجهة ممتازة جدا إذا أردت أنه تروح حتى تكتشف أشياء علمية جديدة.